السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نسوق بالعموله لمنتجات امازون على موقع بنترست. تخليك متابع معايا الفيديو من اوله لاخره، هتستفيد جدا جدا ان شاء الله. ودي تعتبر من اسهل طرق التسويق بالعموله اللي ممكن تستوعب الفكره بتاعتها وتبتدي تنفذها من غير اي مشاكل اطلاقا. يلا بينا نبدا في شرح الفيديو مباشره عشان ما اطولش على حضراتكم. تمام شباب، قبل ما ابدا في شرح الفيديو، لو لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك، لان وجودك ده شيء بيدعمني وبيشرفني. كمان ما تنساش تعمل لايك للفيديو لان دوت بيساعد على انتشاره. كمان انصحك ان انت تاخد جوله في القناه، الحمد لله مقدمين فيديوهات جميله جدا وموثوقه على مواقع كتيره جدا ومتنوعه جدا، اكيد اكيد هتلاقي الفكره المناسبه ليك. يلا بينا نبدا الشرح بتاعنا. تمام، في البداية عشان تبتدي تبيع منتجات امازون لازم تروح الاول تشترك في امازون اسوشيتس. روح على جوجل اكتب امازون اسوشيت كده في البار بتاع السيرش، بعد كده تختار اول اختيار بالشكل ده، بعد كده هتدوس على كلمة ساين اب، بعد كده هتبتدي ان انت تملأ شوية معلومات. خلينا ارجع خطوة لورا كده اوريك البداية بتبقى ازاي. بتبتدي ان انت تحط اسمك، بعد كده بتحط العنوان بتاعك زي ما انت شايف تحت كده، بتبتدي تحط اسمك، بتحط العنوان بتاعك، بتحط المدينة بتاعتك، بتحط البلد بتاعتك مصر مثلا على سبيل المثال، وتحط رقم التليفون بتاعك وتحط اسمك هنا مرة تانية، بعد كده بتدوس نيكست. بعد كده هنا الويب سايت بيطلب منك انك تحط ويب سايت، مش مشكلة حط لينك بتاع الفيسبوك بتاعك على سبيل المثال هنا، ده لينك الفيسبوك اهو بتاعي زي ما انت شايف، وهدوس اد، بعد كده هدوس نيكست عادي كده. طيب هو هنا بيقول لي انت عاوز تسمي الستور بتاعك او الاسم بتاعك على امازون يكون ايه. هنا هتكتب شوية عن نفسك، بعد كده انت ايه هو اكتر حاجة بتوصف الويب سايت بتاعك او الشغل بتاعك. فانت ممكن تقول له بلوج مثلا، سيرش كونتنت اور نيتش ويب سايت، فيعني انت خليها مثلا سيرش. هاو ديد يو هير اباوت اس، سمعت عننا ازاي، ممكن تكتبها اونلاين سيرش عادي جدا. بعد كده بتحط الرقم ده، وبعد كده بتدوس فينش، انت كده سجلت في امازون اسوشيت. تمام شباب، بعد ما كتبت لهم عن نفسي وكتبت اسمي واخترتها بلوج لان انا عندي بلوج او مدونه اوريدي، بعد كده قلت لهم ان انا عرفت عنكم من الاونلاين سيرش، بعد كده حطيت الكابتشا اللي هم كاتبينها لي هنا وهدوس على الاختيار ده، بعد كده هدوس فينش بالشكل ده. زي ما انتم شايفين انا كده خلصت عادي التسجيل في الموقع ده. هو هنا بيقول لي حط طريقه الدفع بتاعتك في الموقع، هدوس ناو مثلا عشان اوريكم بس شكلها. هنبتدي ان احنا نحط الباسورد بتاعنا ونخش. تمام شباب، بعد ما دخلت حبيت ان انا اوريكم بس الخطوه دي لانها مهمه. طريقه سحب الارباح بتكون عن طريق ان انت شيك او جيفت كارد من امازون، طبعا اقل قيمه سحب بتكون 100 دولار. طب انت مش عاوز شيك ولا عاوز جيفت كارد، ممكن تضيف بنك عادي جدا من هنا، اد نيو بنك اكونت. بعد كده طبعا هتلاقي الدول المتاح فيها البنوك، ممكن ما تلاقيش مصر او تلاقي الدولة بتاعتك، ففي الحالة دي انت هتعمل عادي على اليونايتد ستيتس. هتبتدي ان انت تروح على موقع اسمه بايونير، وبايونير هو حساب بنكي امريكي، بتبتدي ان انت تسجل حساب فيه وتربطه بالحساب بتاعك هنا في امازون عشان تسحب عليه الارباح. والحساب بتاعك بتاع بايونير ده بتحط عليه الحساب البنكي في بلدك وبتبتدي تحول ارباحك عليه عادي. ولكن تقدر تعرف ازاي بتتم الحكاية دي عن طريق اي شروحات موجودة على اليوتيوب، عشان بس الفيديو ما يبقاش طويل. دلوقتي تعالى اوريك بقى ازاي ان احنا نعمل ماركتينج او تسويق بالعمولة للمنتجات بتاعت امازون ونبتدي نحقق الارباح بتاعتنا. تمام شباب، بعد ما بتشترك في امازون اسوشيت بيبقى هو ده شكل البروفايل بتاعك، بتشوف من عليه الاحصائيات بالشكل ده، قدرت تحقق قد ايه، الباونتس بتاعتك، عدد الكليكس اللي تمت على التسويق بتاعك او المنتج بتاعك اللي انت سوقته. برضو من هنا تقدر تشوف الدخل الشهري اللي دخل لك من التسويق بتاعك. طب على سبيل المثال احنا دلوقتي دخلنا عادي جدا على امازون اهو، طالما انت سجلت على امازون اسوشيت هتلاقي السايت سترايب او شريط التسويق بالعموله ظهر لك فوق بالشكل ده، وده اللي بيساعدك ان انت تاخد لينك التسويق بالعموله لاي منتج انت بتخش عليه. على سبيل المثال هخش مثلا على الالكترونكس، وهنختار اي منتج من الالكترونكس دي نبتدي ان احنا نعمل له ماركتنج. على سبيل المثال هاخد ايه المنتج ده وابتدي ان انا اسوق له. طالما انت دخلت على المنتج ده تقدر ان انت تاخد اللينك بتاعه من هنا. على سبيل المثال هاخد ده كده كوبي ونخش ننسخه في نيو لينك كده بالشكل ده، نبتدي ان احنا نلاقي ان اللينك ودانا للمنتج اللي احنا عاوزين نسوق له بمنتهى السهوله والبساطه. طيب احنا كده عاوزين نسوق للمنتج بتاع اللابتوب او الماك بوك بتاع ابل دوت على بنترست. هنعمل ايه؟ هتبتدي ان انت تروح على جوجل كده وتكتب من السيرش هنا بنترست،
تبتدي تخش على اول اختيار كده. طبعا اللي شافوا الناس اللي شافت الفيديو بتاعي اللي فات كنا بنسوق على بنترست عن طريق التيك توك، فيديو جميل جدا وسهل اي حد ينفع يشتغل عليه. طبعا انت بتيجي تعمل حساب عادي جدا هنا، ساين اب بالجيميل بتاعك او الفيسبوك. طبعا حاول تسجل الحساب بتاعك بيزنس مش الحساب العادي، دوت بيكون اختيار ليك، فدايما اختاره بيزنس. بعد كده هتعمل كرييت من هنا وتعمل كرييت بن. هنا بيقول لك حط الصوره. كل اللي هتعمله ان انت هتيجي على المنتج اللي احنا قررنا نسوق له بالشكل ده، وليكن هنفتحه كده وناخده سيف ايمج عادي جدا وننزله على الديسكتوب، مفيش اي مشكله. هنروح على بنترست نرفع الصوره اللي احنا نزلناها بالشكل ده، هتلاقيها اترفعت معاك. عاوزين نحط تايتل، ارجع تاني عادي جدا للامازون وخد التايتل مثلا ابل 2020 ماك بوك اير لحد مثلا ديسبلاي كده، كوبي ونحطه هنا كده. احنا حطينا العنوان بتاع المنتج بتاعنا، عاوزين نحط وصف ليه. الوصف والله جاهز في امازون، انت مش هتتعب في اي حاجه، هتاخده كده هو زي ما هو كوبي وتحطه. وممكن تحط كمان يعني بالاضافه للوصف ده ممكن ترجع تاني تبتدي ان انت تحط الوصف الداخلي للمنتج نفسه، يعني دوت بيبقى وافي وكافي وفي كل المعلومات الرئيسيه اساسا. طيب هتيجي بعد كده ما تعملش اي حاجه هنا، اللينك. هنا اللينك بقى انت اللي هتحطه هو اللينك بتاع المنتج ده اللي احنا هنسوق من خلاله. هتيجي كده من السترايب بار فوق تدوس على تكست، تاخد اللينك بتاعك ده كده كوبي، بعد كده هتحطه في الجزء بتاع اللينك ده. هنا هتعمل تشوز بورد، ديت تنفع تعمل كده كرييت بورد وتسميها لنفسك، دي حاجه كده زي ليست بتحط فيها المنتجات اللي انت بتسوق بيها بالعموله على مثلا بنترست عشان تبقى معلمها. فانا على سبيل المثال هسميها امازون افلييت 2023 مثلا عشان خاطر ابقى معلم. بعد كده اي حاجه هعملها الامازون او التسويق بالعموله على موقع بنترست هتبقى في البورد بتاعت امازون افلييت. طيب التاجز هنا حط اي حاجه ليها علاقه بالموضوع ده، على سبيل المثال هاشتاج بالشكل ده وتكتب كده ابل، خش هاشتاج تاني كده واكتب مثلا ماك بوك هاشتاج، واكتب مثلا اي حاجه تاني ليها علاقه بالمنتج بتاعك. كده انت خلصت كل اللي عليك ان انت تعمل ببلش بالشكل ده، هيخلص معاك تحميل كده الصوره بتاعتك بالديسكريبشن بلينك التسويق بالعموله بتاعك بقى موجود على بنترست. بالمناسبه بنترست بيخش عليه ملايين الملايين بشكل شهري، فانت تاكد ان اي حد شاف المنتج بتاعك وشاف الوصف بتاعك وشاف اللينك بتاع التسويق بالعموله بتاعك اللي هو فوق اهوت. يعني انا على سبيل المثال لو دوست على اللينك ده كده اي حد هيدوس عليه هيوديه للمنتج ده، هيبتدي ان هو يشتريه وتاخد العموله بتاعتك. غالبا العموله بتاعت امازون دايما بتبقى 10% كوميشن، فانت بتتكلم هنا ب 900 دولار لو واحد بس اشترى المنتج ده، انت خدت 90 دولار. اعتقد الموضوع سهل وبسيط وغير معقد. طبق الطريقه دي في اي منتجات انت شايف ان هي الناس بتدور عليها، دور على الترندات اللي الناس بتبحث عليها في جوجل، اعمل بحث كبير جدا على كل منتج انت حابب تعمل له ماركتنج على بنترست من امازون علشان تتاكد ان انت هتحقق الارباح المرجوه. يا رب تكون الفكره عجبتكم والاستراتيجيه عجبتكم، سيب لي تعليقك تحت في الكومنتس، ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك وتعمل اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتش وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دمتم بخير والى اللقاء في فيديو جديد من فكره ثانيه.